العبقرية بتكون دايما هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. والعبقرية معناها ان الانسان يمتلك قدرات خاصة ممكن ما تكونش موجودة عند الاخرين. النهاردة في واحد من الناس معايا اتنين عباقرة في الارقام والعمليات الحسابية، الطفلة جودي عبد الرحمن ربيعي والطفل احمد عادل. الاتنين قدروا يحققوا المركز الاول في منافسات كأس مصر للحساب الذهني في دورتها الاولى. هي المسابقة اللي شارك فيها اكتر من 1400 طفل. انا حبيت جدا ان انا اجيب جودي والطفل احمد يكونوا ضيوفي النهارده في واحد من الناس. اهلا بيك يا جودي. الحمد لله. ازيك يا احمد؟ فاهم. عندك اخوات قد ايه؟ ثلاثة. مين ومين ومين؟ يوسف وراف محمد. ونفسك لما تكبر تلاقي ايه؟ دكتورة. انت ايه اللي خلاك تحب العمليات الحسابية؟ الناس هي اللي خلتني احب الحساب الذهني. بتحبي الحاجات دي قوي يعني؟ يعني عملك اختبار دلوقتي؟ جاهزة؟ طيب يلا نبدأ. 7 + 5 + 3 + 5 = 7 + 4 + 6 = 2 يساوي كام؟ 9. صح. برافو عليك. ما شاء الله. طيب نجرب تاني. 7 + 1 + 8 + 2 + 3 + 6 + 3 + 8 يساوي كام؟ 38. برافو عليك، ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب 8 + 9 + 4 + 6 + 6 + 5 + 7 + 5 يساوي كام؟ 16. برافو، انت عبقرية فعلا. طيب 7 + 3 + 6 + 1 + 1 + 9 + 6 + 9 يساوي كام؟ 42. برافو عليك، 42 نتيجة صح. طيب 6 + 6 + 8 + 5 + 8 + 6 + 5 + 9 يساوي كام؟ 9. برافو عليك. طيب 777,777 + 555,555 يساوي كام؟ 222,222. برافو عليك، انت شاطرة جدا يا جودي، انا متخيلتش انك انت شاطرة، انت فعلا عبقرية، برافو عليك. نروح لاحمد بقى، يلا. ايه اللي خلاك بقى تتفوق في المسائل الحسابية وفي الحسابات؟ بفضل المدربة صفاء فتحي. بتحب الحساب؟ طب قولي بقى، عندك اخوات قد ايه؟ 4. مين ومين ومين ومين؟ جهاد، طه، محمد، معي. طيب جاهز، يلا نبدأ المسابقة بتاعتنا؟ يلا. 27 + 10 + 34 + 15 + 44 + 11 143. مظبوط، برافو عليك. 35 + 11 - 41 + 18 + 10 - 22 يساوي كام؟ 22. برافو. 474 + 239 ركز معايا كويس، 474 + 239 + 508
زائد 848 يساوي كام؟ 1773. برافو. طيب 158 زائد 353 ناقص 439 ناقص 8 يساوي كام؟ 64. مظبوط. طيب ليك في الضرب؟ 999 في 223 يساوي كام؟ 222,222. انت جبتها ازاي دي؟ طيب 999,999 في 34,738 يساوي كام؟ 3,770,262,262. برافو عليك. طيب 999,999,000 ناقص 444,444,000 يساوي كام؟ 555,555,000. برافو عليك.